بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الخامسة ابتدائي. نستأنف مع الصفحة رقم 22. نستأنف أيضا مع الفقرة السادسة. جو كونسوليد ميزاكي. لوفر كونسوليد المقصود به أنك تزيد في صلابة شيء، أنك تمتن، كما نرى بأن كلمة كونسوليدي تتضمن كلمة سوليد. نقول عن شيء بأنه سوليد يعني أنه صلب. إذن عندما أقول كونسوليدي المقصود به أنك تعزز، أنك تقوي. جو كونسوليد يعني أنا أقوي، أنا أعزز. أعزز ماذا؟ ميزاكي. ميزاكي المقصود بها ما تعلمته. نتكلم عن المعرفة، نتكلم عن الخبرة. إذا نتكلم عن ميزاكي المقصود بها أنسومبل دو كونيسونس أو ديكسبيريونس. إذا نتكلم عن مجموعة معارف ومجموعة تجارب. أنا أعزز وأمتن وأقوي هاد المعارف وهذه التجارب. pour présenter quelqu'un لتقديم شخص. je salue أنا أسلم. bonjour salut bonjour monsieur bonjour madame salut madame etc إلى آخره. إذا طبعا عندنا صيغ معينة نستعملها من أجل تقديم شخص. إذن أولا وقبل تقديم هذا الشخص جو سالي أنا أسلم. عندنا لو فيرب سالي يعني المقصود أنني أحيي. بمعنى آخر أنا أحيي. تقول بونجور سالي. طبعا عندما نقول بونجور ممكن أنك تضيف لهذه الكلمة كما نرى عندنا نقاط. بونجور أحمد، بونجور مصطفى، بونجور مون بروفيسور، بونجور مون بروفيسور، يوم سعيد أستاذي. إذا تقول سالي مون بروفيسور، سالي مون أمي، سالي أحمد، بونجور مسيو، يوم سعيد سيدي، أو بيان بونجور مدام، يوم سعيد سيداتي، إتسيتيرا، إلى آخره. ثم جو دي سون نو. إذا بعد ما أحيي الشخص الذي سأقدم له الشخص الجديد، إذا جو دي سون نو، أنا أقول اسمه، سون برينو. إذن عامة أقول اسمه واسمه العائلي. جو دي سون نو سون برينو. المقصود جو دي سون نو جو دي سون برينو. ثم جو فو بريزونت. إذن هنا ستستعمل صيغ معينة من أجل تقديم هذا الشخص. تقول ماذا؟ جو فو بريزونت أنا أقدم لكم. إذن تقول جو فو بريزونت منامي أحمد، جو فو بريزونت منامي خالد، je vous présente mon ami مصطفى de l'Algérie. انا اقدم لكم صديقي مصطفى من الجزائر. je vous présente ما تذكر الشخص. او تقول je te présente انا اقدم لك. طبعا je vous présente ممكن انك تستعملها مع شخص امامك او تستعملها مع مجموعه اشخاص تقدم لهم شخصا جديدا. اما je te présente اكيد انك تتكلم مع شخص واحد. اذا تقول له je te présente أنا أقدم لك، أنا أقدم لك، إلى آخره. je te présente خديجة، je te présente مصطفى، je te présente mon ancien ami أنا أقدم لك صديقي القديم. أو تقول j'ai le plaisir de te présenter. j'ai le plaisir عندي الفرح de te présenter لأقدم لك. أو bien j'ai le plaisir de vous présenter. أنا عندي الفرح. هنا عندنا أنا عندي اللذة. لو بليزير يعني اللذة أو الراحة. إذا جي لو بليزير أنا عندي الفرح دو تو بريزونتي. أنا عندي الفرح أو عندي لذة لأقدم لك أو عندي الرغبة لأقدم لك. إذا دو تو بريزونتي منامي خالد مثلا. إذا جي لو بليزير دو تو بريزونتي منامي خالد. أنا عندي الرغبة عندي الفرح لأقدم لك صديقي خالد. أو بيان جي لو بليزير دو فو بريزونتي. أنا عندي الفرح لأقدم لكم. في هذه الحالة ممكن أنك تكون تتكلم بالصح مع مجموعة أشخاص لأنك تستعمل هنا فو. فو يعني أنتم. إذا جي لو بليزير دو فو بريزونتي. أنا عندي الفرح لأقدم لكم. أو تكون فقط للإحترام. ممكن أنك تتكلم مع شخص واحد أمامك تقدم له شخصا جديدا. إذا تقول له j'ai le plaisir de vous présenter. تقول مثلا j'ai le plaisir
دو فو بريزونتي، انا عندي الفرح لاقدم لكم. جي لو بليزير دو فو بريزونتي حليمه. جي لو بليزير دو فو بريزونتي ما كوزين حليمه. انا عندي الفرح لاقدم لكم ابنه عمي ابنه خالي حليمه. او انك تقول فقط مكان جو فو بريزونت او بيان جو تو بريزونت او بيان جي لو بليزير دو تو بريزونتي او بيان جي لو بليزير دو فو بريزونتي. اذا ممكن انك تقول مكان كل هاد الصياغ ايضا فوسي. اذا ممكن اننا مكان هاد الصياغ نستعمل كلمه فوسي، نستعمل كلمه فوسي. اذا نقول ها هو. طبعا من حيث القيمه هاد الصياغ ليست كلها بنفس القيمه. طبعا عندما تقول جي لو بليزير دو تو بريزونتي طبعا هي احسن من جو تو بريزونت. وعندما تقول جي لو بليزير دو فو بريزونتي ممكن ان تكون مساويه لا او اكثر في حاله اذا كنت تكلم شخصا واحدا. جي لو بليزير دو فو بريزونتي، انا عندي الفرح لاقدم لكم، يعني انك تعبر عن فرحك. هذا الامر ليس كما لو قلنا مثلا جو تو بريزونتي، انا اقدم لك او انا اقدم لك، او جو فو بريزونت يعني انا اقدم لكم او انا اقدم لكم. ولكن عندما اقول فوسي هذه طبعا اقل من الصياغ التي ذكرنا. طبعا تستعملها مع اصدقاء بينك وبينهم علاقه قويه. فوسي رشيده او بيان فوسي رشيد، اذا ها هو رشيد او ها هي رشيده. اذا تقول فوسي رشيد او بيان فوسي رشيده، ها هو رشيد ها هي رشيده. او تقول سي رشيد سي رشيد، انه رشيد سي رشيدة إنها رشيدة. إذن ممكن أنك تختار من هذه السياق ما تريد حسب قيمة الوضعية التي أنت فيها. إذن تقول voici ma cousine voici mon cousin، ها هو ابن عمي. voici mon frère، ها هو أخي. voici ma soeur، ها هي أختي. c'est mon frère، إنه أخي. c'est ma soeur، إنها أختي، إلى آخره. إذن كما قلنا قبلا pour présenter quelqu'un، لتقديم شخص، جو سالي، أنا أحيي أولا. بونجور سالي، بونجور ميزامي، سالي ميزامي، بونجور مسيو، بونجور مدام، إتسيتيرا. ثم جو دي سون نو سون برينو، يعني أنا أقول اسمه واسمه العائلي. جو فو بريزونت مون فخير، أنا أقدم لكم أخي. أو بيان جو فو بريزونت مون أمي أحمد، أنا أقدم لكم صديقي أحمد. جو تو بريزونت مون أمي خالد، أنا أقدم لك صديقي خالد. جي لو بليزير دو تو بريزونتي مون أمي خالد، أنا عندي الفرحة لأقدم لك صديقي خالد. جي لو بليزير دو فو بريزونتي مون أمي خالد، أنا عندي الفرحة لأقدم لكم صديقي خالد. فوسي خالد، ها هو خالد. سي خالد، إنه خالد. ثم بعد هذا جو دي سوناج، أنا أقول سنه. Je dis son âge. أنا أقول سنه. ماذا سأقول؟ Il a مثلا 7 ans. هو عنده 7 سنوات. Il a 6 ans. هو عنده 6 سنوات. Il a 6 ans. هو عنده 6 سنوات. Il a 10 ans. هو عنده 10 سنوات. Elle a 9 ans. هي عندها 9 سنوات. Elle a 6 ans. هي عندها 6 سنوات. أو أقول Elle est âgée de. Elle est âgée de. كما لو أقول هي مسننة. المقصود سن. هي تقال تقريبا هكذا. Elle est âgée. المقصود هي بسن. هي بسن. هي ذاتها بسن. عندنا لو فيرب إتخنا. عندنا لو فيرب إتخ. إذا عندنا فعل إتخ اللي هو فعل كينونة. اللي هو فعل كينونة. يعني هي تكون الآن بسن. Elle est âgée de. هي بسن. مثلا elle est âgée de 9 ans، هي بسن 9 سنوات. هي بسن 9 سنوات. elle est âgée de 7 ans، هي بسن 7 سنوات. elle est âgée de 5 ans، هي بسن 5 سنوات. ثم je parle de ses activités، انا اتكلم عن انشطته. انا اتكلم عن انشطته او عن انشطتها. je parle de ses activités. Les activités المقصود بها الأنشطة. Les activités الأنشطة. Ces activités أنشطته أو أنشطتها.
تقال بنفس الطريقة. إذا الآن أنا عرفت باسم الشخص ثم عرفت بسني، الآن سأعرف بنشاطاتي، فأقول مثلا إلي أون سينكيام أني أليكول، هو في السنة الخامسة من المدرسة. إلي أون سينكيام أني أليكول، طبعا إذا كان ذكرا. إذا كانت أنت سأقول إلي أون سينكيام أني أليكول، هي في السنة الخامسة من المدرسة. إلي أون سينكيام أني أليكول، هي في السنة الخامسة من المدرسة. أو أقول إلي بروفيسور، إلي بروفيسور، أو أقول في حالة المؤنث إلي بروفيسور، هي مدرسة أو هي أستاذة. إلي بروفيسور هو أستاذ أو مدرس. أو أقول إلي أوفغيي، يعني هو عامل، إذن أتكلم عن صديقي عامل. أو بيان إلي أوفغيير، إلي أوفغيير، طبعا هي عاملة. سأضيف هاد أ ثم أضيف أكسون غراف على هاد أ، إذن سأقول إلي أوفغيير، هي عاملة. الآن من أجل تعريف شخصين، إذن من أجل تقديم شخصين، pour présenter quelqu'un، je salue، أنا أسلم، je salue، أنا أحيي. طبعا ذكرنا صياغ التحية، je dis son nom، son prénom، je dis son nom، son prénom، أنا أقول اسمه واسمه العائلي. طبعا ذكرنا بعض الأمثلة، ثم je dis son âge، ثم أنا أذكر سنه، ذكرنا أمثلة. ثم je parle de ses activités، أنا أتكلم عن نشاطاته، ذكرنا أمثلة. الآن je donne son adresse، أنا أقول عنوانه، غنقول فين تسكن. je donne أنا أعطي، طبعا عندنا لو فيرب دوني قبلها je parle، أنا أتكلم. je parle de ses activités، أنا أتكلم عن نشاطاته. قبلها je dis son âge، أنا أقول. شوف هنا عندنا الفيرب بارل، يعني تكلم. جو بارل دو سيز اكتيفيتي، انا اتكلم عن نشاطاتي. هنا عندنا الفيرب قال، جو دي سون اج، انا اقول سنه. قبله جو دي سون نو، انا اقول اسمه. ثم عندنا جو سالي، انا احيي. اذا فلننظر ولنتذكر هذه الافعال. هنا عندنا جو دون سون ادريس، انا اعطي، كما لو أنني سأعطي شيئا ملموسا. je donne son adresse، je donne son adresse، أنا أعطي عنوانه. إذا أنا أعطي عنوانه، ماذا سأقول؟ طبعا ممكن أنني أريد التعريف بهذا الشخص بشكل أكبر. إذا ممكن أنني أقتصر على ما ذكرنا، وممكن أنني حسب الأهمية أعطي تعريفات أكبر لأصدقائي الجدد ليعرفوه أكثر. إذن je donne son adresse، أنا أعطي عنوانه. أقول il habite près de chez moi، إذن أقول il habite، يعني هو يسكن. c'est le verbe habiter، c'est le verbe habiter. طبعا هنا ما عندناش le verbe s'habiller، يعني لابسة، أو habiller، يعني ألبسة، ماشي le verbe habiller، يعني ألبسة. عندنا le verbe habiter، هذا فعل ساكنة. il habite، يعني هو يسكن، près، يعني قربة، de chez nous، دوشينو، دوشينو قريبا منا، المقصود أنه يسكن قريبا من منازلنا. بخي يعني قرب، المقصود أكوتي. بخي دوشينو يعني أنه يسكن بالقرب منا، طبعا شينو يعني عندنا، يعني أنه يسكن قريبا من عندنا. هاد شينو طبعا تعني عندنا، وتعني منزلنا، وتعني منزلنا. عندما يسأل عنك شخص مثلا فتقول له مثلا جو سوي شي موا، جو سوي شي موا، أنا عندي، أنا عندي، المقصود أنا في منزلي. شي يعني عند، شي ما طونت يعني عند عمتي مثلا أو عند خالتي. شي ما طونت مثلا جو في بارتيغ شي مون أونكل، أنا سأذهب عند عمي، المقصود إلى منزلي عمي. إذن هاد الشي تعني عند، ولكن في الغالب أن تستعمل للدلالة على السكن. إذن عندما أقول إلى بيت بخي دو شينو، يعني أنه يسكن بالقرب من منزلنا. إلى بيت بخي دو شينو، إلى بيت بخي دو شينو، يعني أنه يسكن بالقريب من منزلنا. أو نقول مثلا
il habite en face de la gare. هو يسكن في قبالة المحطة. هو يسكن قبالة المحطة. Il habite en face de la gare. كما نقول في واجهة de la gare المحطة. إذن هو يسكن قبالة المحطة. أو نقول elle habite. هي تسكن. Elle habite derrière la poste. هي تسكن خلف البريد. طبعا كلمة بوست لها عدة معاني حسب إن كانت هذه الكلمة مذكرة أو مؤنثة. المقصود عندما نقول بوست هذا شيء آخر، ولكن الذي عندنا هنا نتكلم على بوست. إذن ممكن أنها تعني مثلا محطة خيل لنقل المسافرين، نتكلم فقط عن كلمة لابوست. ممكن أن تعني محطة خيل لنقل المسافرين وهو ما ليس عندنا هنا، وممكن أن تعني البريد وهو المعنى الذي عندنا هنا. عندنا هنا كما قلنا الابيت ديغيير لابوست، المقصود أنها هي تسكن خلف مركز البريد. الابيت ديغيير لابوست. إذن عموما عندما نريد تقديم شخصين pour présenter quelqu'un, je salue. أولا أنا أحيي. أنا أحيي مجموعة الأشخاص أو الشخص الذي سأقدم له الشخص الجديد، الشخص الذي هو معي. إذن je salue، سأقول مثلا bonjour mes amis. Bonjour mes amis. يوم سعيد يا أصدقائي. ثم je dis son nom. Je dis son nom. Son prénom. إذن ستقول j'ai le plaisir de vous présenter. J'ai le plaisir de vous présenter mon ami Khalifa Ahmed Matalan. J'ai le plaisir de vous présenter Khalifa Ahmed. J'ai le plaisir de vous présenter. أنا عندي الرغبة أو عندي الفرح لأقدم لكم mon ancien ami de classe Khalifa Ahmed. لأقدم لكم صديق القسم القديم Khalifa Ahmed. Il a 7 ans. Il a 11 ans. هو عنده 11 عاماً. أو أقول il est âgé de 11 ans. Il est âgé de 11 ans. أو أقول il est âgé de 11 ans. هو بالسن 11 عاما. Il est en 5e année à l'école. هو في السنة الخامسة من المدرسة. Il habite près de chez moi. Il habite près de chez moi. هو يسكن بالقرب مني. Près de chez moi. هو يسكن بالقرب مني. هو يسكن بالقرب من منزلي. Ou bien il habite en face de la gare. Ou bien il habite en face de la gare. هو يسكن قبالة المحطة. Ou bien il habite à la campagne. هو يقطن. هو يسكن بالبادية. Il habite à la campagne. إلى آخره. إذن بهذه الطريقة أقدم صديقا لمجموعة أصدقاء. إذن نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.